السلام عليكم شباب. التمرين مع المنتخب الآن بدأ، واليوم التحق ضرغام، اليوم ضرغام وصل المعرض والمحترفين في راتهم على راس ديانو شون ضرغام اليوم وصل على حصنه قدامكم، والشباب اليوم بدوا مسموح لنا تقريبا ربع ساعة. الشباب اللي البارحة حكينا وياهم، أي واحد يحب يسأل راح نجاوبه بالمباشر. زين، اليوم ما شاء الله أكو جمهور جايين. الشباب اليوم الإعلام اكتمل تقريبا، عدد كبير من الإعلاميين. سيد محمد البوسوي سيد معرض ومحترفي، تعالوا يا إن شاء الله. اليوم المنتخب كامل شباب، اليوم كافة اللاعبين كاملين. زين، شوف ضرغام أول واحد نازل اليوم، وباهس أبو كابتن صالح حميد يتوجه لتهيئة التمارين الحراس. أنا راح أنتقل للجانب الثاني أفضل. أخوان بالمناسبة المباراة راح أكررها كل شوية، المباراة الساعة 4:30، المباراة الساعة 4:30 شباب، الساعة 4:30 على توقيت إيران، الساعة 3 على توقيت العراق. علي حصن ما بي أي شيء شباب، علي حصن ما بي أي شيء، أي مشكلة ما أكل علي حصني. زين، قيس العاني تواجده فقط هو يعني جاي فقط إنه يجي يتمرن للمنتخب، يعني شاهده مدرب الحراس. هاي كانت الفكرة، يعني مو موضوع يشترك، واصلا اسمه ما مدرج يعني بالمباراة، ما مدرج بالمباراة. اخوان لحد الان التشكيلة ما واضحة. زين، اليوم المنتخب الاسترالي تمرينه مغلق، والله اخ علي الكربلائي الولي، يعني هم الشباب ما يقصرون ان شاء الله. يعني اشوف شويه هالمره يعني وجوههم مو مثل كل مره مخطوفه، هذه يعني احسهم مثل مباراه تايلند. واحنا الحمد لله والشكر لحد الان منتخبنا بايران جيد النتائج، الحمد لله والشكر. انا اكو ربع ساعه مخصصه لنا اليوم فقط للاعلام، بعدها راح يكون التمرين مع المنتخب مغلق بطلب من السيد المدرب. على مود احنا شوف اليوم العدد مال الاعلاميين كلش هواي، وهذول الشباب الابطال مشغلين اغاني، بارك الله بيهم. أمير الفرطوسي، هذا أمير الفرطوسي وياك المعرض والمحترفين اثنيناتهم، الجمهور قدامك. اليوم شنو شفت أمير؟ تفاؤل بالتمرين، إن شاء الله المنتخب قادر على التغلب على المنتخب الأسترالي. نفس اللاعبين تبشروا بخير، واللاعبين أيضا الأستراليين أيضا فريق قوي، إن شاء الله نطمح 6 نقاط من بوابة أستراليا والسعودية. أنت التقيت ويا كم لاعب من المنتخب؟ يوم حكيت ويا ضرغام وعلي حصني طبعا. شنو اللي والله اكو تفاعل عندهم ثقه بنا، وسحبت يعني الجمهور متواجد ايضا وياهم. يعني ضرغام دائما مثل كل مره شكرا يا امور حبيبي، نورت اليوم جيتك. فرطوسي شباب، هذا علي حصني، علي حصن وسعد عبد الامير وعلي فاز. قدامكم علي حصني، للي يسأل على علي حصني.
ماكو اي مشكله اد علي حصني اي مشكله ماكو الحمد لله وشفنا عمر العبوسي نور المعرض شباب اللاعبين كلهم راح يطلعون هسه بس الولد شوية ضرغام وعلي فاز وعلي حصني أكثر المستعجلين فطلعوا من الوقت أكو إعلامي اليوم من اتحاد الآسيوي وحاضر شوفوا الإعلاميين هذا متواجدين كلها اليوم الشباب المصورين تعذروني قاعد أبث بموبايلي هن المعرض هذا شوف سيدي محمد محمد الموسى ومراسل قناة العراقية الله سيدنا صار له تقريبا صار له هنا 4 أيام السلام عليكم جميعا شلون البارحة المنتخب الاسترالي تمرينه والله فد شيء مثالي يعني صراحة أتمنى أن نوصل هيك مرحلة يعني احكي لنا اللي شفته أولا الكادر الإداري للمنتخب حاضر قبل المنتخب وصول اللاعبين تقريبا أكثر من ساعة ينظم عملية تحضير معدات التدريبات يهيئون كل شيء بحيث اللاعب بني يجي قبل ينزل يتمرن ماكو اي مشكله تواجهه يعني فشيء مثالي ممكن يقول عليه علي قطع لنا مثالي بكل المقاييس يعني نتمنى يا رب انه في يوم التحضيرات الكره العراقيه او معدات الكره العراقيه تكون بهذا المستوى هم كانوا يتوقعون تمرينها اللي شفناه سوى بالملعب تمارين بسيطه يعني نتفاوى عليها ممكن انه تستغرب يعني متوقعين حدوث الامطار فغطوا ارضيه الملعب احنا طبعا ارضيه الملعب احنا لحد ما وصلنا الملعب احنا نتوقع هي ارضيه صناعيه لحد ما رحت لمستها فيديو يعني شفت العشب هو طبيعي ارضيه يعني شوفها ممكن ملاعب الاوروبيه اداريه المنتخب الاسترالي اصرت على ان الملعب يغرق بالماء يعني متوقعين يوم الخميس تكون مباراه المنتخب العراقي تحت الامطار يعني يمرون لاعبيهم حتى بالاجواء اللي ممكن تكون بها المباراه شكرا استاذ محمد الموسى هذا علي حميد هسه علي حميد سلام على الاعلام علي حميد اسدي ابو علي علي البهادي حبيبي شلونك شخبارك سلامي لكل قناه الام العراقيه الرياضيه شكرا سيدي شكرا لك سيد الولد المصور ما شاء الله خير منه الله اكثر شيء عندنا بالعراق المصور هسه حاليا المنتخب دخل واي امير فرطوس هم بالصور الحلوه شوف كل اللاعبين اللي باعوا دخلوا المنتخب كامل هذا كلف ومهند وحمادي ربع ساعة لنا بس سيد اعطيني لازم نطلع بربع ساعة شباب احنا ربع ساعة فقط لنا ربع ساعة حراس المرمى شوف محمد ومحمد ومحمد وجلال وقيس وصالح حميد ألم بلم المعرض ألف ولا احترف فيه شو تترك يا سيد؟ ألف بلم لا 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 ما طولي عمي 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 ابتلى عليه أمير الفرطوس ابتلى عليه شباب هسه بدت المحاضره مال المدرب المحاضره مال المدرب والحراس بدوا بالهروله زين اكو واحد ما يعرف المباراه بالاربعة ونص بتوقيت ايران بالاربعة ونص بتوقيت ايران وبالثلاثه بتوقيت العراق ان شاء الله كابتن صالح ارفع راسك هسه شوي صار هدوء ما ادري راض شنو شي قاعد يحكي فكله سكت انا اخوان المتابعين على المعرض والمحترفين كابتن نشأت اكرم البارحه المنتخب الاسترالي وانا كابتن نشأت ديباوة حسي البارحه المنتخب الاسترالي المدير الاعلام مالته سألنا على اللاعبين اللي يعرفهم الان قال والله ما اعرف ولا واحد بس نشأت بس سابقا نعرف يونس ولا نشأت
تحياتنا الكابتن نشت وكابتن يونس، ان شاء الله الله يعوضنا ولو بنص ملعبهم. هسه بدا التمرين مع المنتخب. بالمناسبة شباب يوم الخميس متوقع انه اكو مطر، يعني المباراة راح تكون مطر. البارحة المنتخب الاسترالي تقريبا يلعب غرق المي بالمطر، غرق المي بالمطر شباب. لا شباب مو غرق المي بالمطر، عادي عادي تحملوه هي بصفحة. غرق المي هم رجعت قلت غرق المي، غرق الملعب بالمي تقريبا، يعني خلى مي اكثر. وهاي اصرت عليه مديرة المنتخب قبل التمرين. نين متوقعين المباراة حتكون بجو ممطر يوم الخميس حسب توقعهم. بالمناسبة البارحة شو الشغلة الحلوة جماهير برشلونة، البارحة حراس المرمى الاستراليين تمرينهم كله على تمرير الكرة، كل التمرين مال حراس المرمى تمرير الكرة للجوانب. يعني هاي شغلة طلعها نادي برشلونة. نعم هاي برشلونة طلعها موضوع انه الحارس المرمى يشارك باللعب. كابتن صالح حميد شباب يمكن انتهى الوقت. انا اشوف لا غرق الملعب بالمي مو المي بالثيل. ضرغام موجود شباب، المنتخب كله كامل بدون اي اصابة. ضرغام وعلي حصني كل المنتخب موجودين شباب. اخوان باقي لنا دقيقتين تقريب وينتهي البث. ارجع اعيد لكم المباراة بالاربعة ونص بتوقيت ايران، بالثلاثة بتوقيت العراق ان شاء الله. زين واللي يحضر للملعب يجيبوا يا شمسية، احتمالك مطر. الملعب حلو ان شاء الله، والولد ما يعني ما اشوف نفسياتهم مرتاحين، فاجابوا الامن وانا اعتذر. يلا ان شاء الله نشوفكم بخير، شكرا للمتابعة.